هنادي ابو جوده حدد موجوده معي بفقره ان تاون اختصاصيه بالهندسه وايضا شريكه بي المنتس هالشركه يلي تاسست من 25 سنه وكنت حضرتك من المؤسسين اعطيتي التاتش تبع التاتش النسائيه بفن البيوت والفرنتشر شفنا التي في سي يلي من خلاله عم نقدر نعرف قد في سيرفيسز عم يتقدموا من المنتس خلينا نرجع نذكر هيك ببريف سريع هنادي قديه بتقدروا تفرشوا بيت فروم اي تو زي صح نحن اكيد بنقدر نفرش البيت فروم اي تو زي هي الفكره دائما بنحب نذكر انه المنتس هي ميدان لبنان يعني هيدي البراند انعملت بلبنان بمكتبنا الهندسي و... ونحن بنقدر نعمل كل شيء فروم اي تو زي اهم شيء انه بنقعد نحن والكلاينت مثل ما شفنا هلا بالتلفزيون اللي ما رأيت بنقعد نحن وال... والشخص <applause> يلي بده يسكن بهيدا البيت وبناخذ منه الداتا يعني بطريقه بناخذ منه الروح يلي على يعيش فيها و... وبنشتغل معه اون باراليل البروجي كل واحد بده يشبه اصحابه مشان هيك وقت نقول ميد ان لبنان بمكتبنا الهندسي قاعد مع الكلاينت كل هو باكيج تطلع الاند ريزالت مثل اللي الكليون بشوفه مبسوط بحس حاله هيدا بيته هيدا بيشبهه مش نحن بتعرفي الارشيتكت اكيد بحب يحط الانبوت تبعه ونحن دائما بنحط الانبوت تبعنا بس بطريقتنا بنصلح او بنظبط الافكار تبع الشخص يلي بده يقعد بهال بهالبيت بهالمكتب بهالحياه اللي مطرح عم يعملوا آه عم يعملوا هندسته الخارجيه او الداخليه يعني نحن بنشتغل الاثنين الاهم كمان انه بتجمعوا الديزاين بتجمعوا الافكار الحلوه بالاشياء العمليه يعني وهيدا يلي كثير اوقات بيوقعوا في الاركتكتس هالموضوع لانه بنروح اكثر على الديزاين بنروح على الشكل صح. بس عمليا بتكون شغله صعبه على الناس خصوصاً لما بيصير في عائله واولاد وغيره صح. بتحكوا بهالموضوع عن طريقه الحياه اذا كوب اذا شخص صح. عايش لحاله يعني قد بتفرق كمان هون هي كتير بيرسونال القصه 100% مثل ما عم بتقولي يعني هي مدة في كيف الانسان بيعيش كيف بحب يرتاح خصوصي وقت يقرر يعمل اسباس لإله يعني هي كتير كثير شيء شخصي لإله فنحن لازم نتسمع على الكوبل او على الشخص اذا كان لحاله كيف بيعيش كيف بحب يضبط بغراده كيف بحب يعمل رانجما كيف بحب اي الوان اي باك جراوند مشان هيك بنحضر بنحضر المود بوردز نحن وياهم سوا عم نشوفهم المراحل عم نشوفهم لأ لا. <applause> ايه بنرسم البلان بنحط مود بورد بنحط الكولرز بنحط الفابريك مرات كتير حتى بنفوت بتفاصيل كثير صغيره كيف الرانجما تبع اقل ديتاي بحبوا يعملوها تيحسوا حالهم مرتاحين وصلوا على الريزالت اللي من بعد هيدا الايتاب بنعمل البرسبكتيفات يلي هي ضروري ضروري وقت نعمل البيرسبكتيف وقت ننفذ تجي هي ذاتها، يعني ما فينا نحن نقول له بعدين للكليون بتعرف شو ايه ما هي كانت بيرسبكتيف وهول الالوان ما كان قصدي هيك قصدي هيك، لا ما في هيك اللون 100% اجباري حتى الماتيريال يلي بدنا نستعملها بالبيرسبكتيف حتى بده يكون بالمود بورد يلي هن السامبلز يعني المساطر اللي بتتحضر بده يكون الـ الـ الشخص عارف كيف واصل لوين تبس طيب يوصل على بيته ما يكون عنده سربريز انه ما يتفاجأ انه لا انا كنت مفكر شي وطلع لي شيء مثل ما عم نشوف هون شفنا البيفور يلي هي البيرسبكتيف كيف نحن حضر حضر حضرناها وكيف الحقيقه <applause> وهون الكليان كثير كان انفولفد هو هن كابل كثير هيدا لوفت بالاشرفيه بصراحه هن كثير حدا سامبل وبذات الوقت بحبوا الاشياء الاوتنتيك يعني قديه هو لوفت ورح يكون مودرن بس بزيت الوقت مثلا اذا بنشوفي عندنا كم اليمان بالبيت <applause> كلاسيك كلاسيك لانه بحبوا هيدا الفليفر الاوتنتيك شوي انه <applause> يكون موجود ما بدون يروحوا كتير كتير آه مودرن مسقع على نقول بس وقتها تشوفي مثلا الاليمونيت المعمولين بالحديد يلي هن لانه بيقروا كثير بحبوا انه يكونوا مبينين بالاسباس تبعهم سو اوكي حطينا عملنا مثل ستيتمنت بنسميها بنقويها كثير هي قصه انه يبينوا الكتب يبينوا الرانجمال بحبوا يفرجوها المنت المنت من هيك <applause> <أي دل> elements <تصفيق> هي <applause> الكي وورد عندكم elements لانه بتشتغلوا على كل المنت لحال بس بذات الوقت يكون مدموج بالمجموعه لانه exactly. صعب كثير نشوف اليمون مودرن هالقد قوي بجو كلاسيك يعني هون كمان بدها شويه دمج صح. الامور الماتيريو كثير مهمه يعني كتير مشهورين وكتير مهمة. إنتو صح. فيها يعني مشهورين كمان بالشق المودرن اكيد بس هون عم نشوف انه لا في اشياء كلاسيكيه كمان صح. هي دايما الاشياء بتيجي من الكلاسيك يعني حيلا حيلا برودوي حيلا سوفا، اصلا كانت كلاسيك اذا غيرتيها بتيبا لحنقول نقول بالفابريك او شويه ديتاي فيها فيك تروحي منها من, ال... من, الكلاسيك على المودرن مثلا هون كيف نحن بنحضر مرات سكتشز لانه نحن كمان وقت بنقول صناعه وطنيه نحن الاركيتكتس تبعنا بنعمل ديزاينز لالنا سو نحن اذا عملنا الديزاين بنعمل السكتش وبعدين بنروح على التنفيذ بنشوفه هيك خالص نعم. ما بنعمل نفسه اجباري ومع التيسيو تبعه مع الماتيريو مع اي يعني حتى بقى كله مش بس بالبرسبكتيف اجباري اللي... يكون هيك مثلا الطاولات كيف نحن بنعمل اي ماتيريال بدنا جلاس مع حديد مش مع حديد مع تنتد مش مش يعني الماتيريال كثير بتاثر بينعمل كمان على البروبورسيون قد علوها شو سمكاتها هالامور هيدي وبتروح على البرودكشن بتشوفيها هيك اند ريزلت روعه هنادي الناس منهم مختصين يعني اليوم الكلاينت لما بيجي لعندكم ما بيعرف بيعرف يمكن بشكل أنا شفت هال عجبتني كتير مزهور. كيف بتقدروا تركبوا شخصية البيت يلي بتشبه شخصية هالكلاينت اللي هو ما بيقدر يفسركم ياها مزبوط يمكن مزهور. ببعض الأحيان تعرف هو بفكر أنه ما فسرها لأنه نحن شو بنعمل من كذا كذا صورة أوكي كذا رشاش ومرات منعمل تريك يعني اذا بدك بنعمل له فخ بنفرجيه شيء ما خصه بالمره اذا ما انتبه لهيدا الموضوع بنعرف نحن نطلع منه الكونكلوزيون يلي بده اياها لانه ما حدا بيجيبلك صور الا ما في بقلب الصور شي بيشبه الثاني في مود هو مش عارف انه دائما الصور يلي جابها في شي بقلبها بيشبه الثاني هي هيدا التريك مشان هيك بنطلع منه شخصيه لهالكابل او للشخص وبنقدر نقلع بالبروجي سوا <applause> ودائما في بروسس نحن ماشيين معهم كل الوقت يعني نحن بنتشارك الافكار بنشترك الديزاين بنفوتهم بكل التفاصيل طيب تا <applause> عن جد ما يطلع له سيربريز بالاخر وبحس حاله كتير مرتاح وبينبسط يتاي انجوي اخر شيء انت عم تعمل شيء لالك يعني قد حلو انك انت تشاركي بكل الموضوع وتحشري حالك بكل شيء وانه ويطلع لك البادجي بالاخر انه نعم. يعني شغلتنا فيها بسط يعني فيها فرح مش انه خصوصي وقت تشوفوا اخر شيء ايه. لما اكيد. الشخص بيكون عن جد هيك ممنون من صح. النتيجه صح. وكثير بيكونوا خايفين نحن عم نشتغل بالاول بيعملوا بانيك بس يبلشوا يشوفوا بالاند ريزلت ويكونوا عم نركب عندهم بالبيوت او هيك ما بقدر اقول لك الفرق وقد بيكونوا فرحانين بس سي نورمال انه كل واحد يعمل بانيك بالاول انه يا ربي ويعني بالاخر شي له يعني كتير بيرسونال حلو التصنيع كله بيصير بلبنان كله عنا بالمعمل ان هاوس مهندسين هن موجودين على الارض صح. بالسيلز كمان يعني احنا ما بنسمي سيلز اكثر ما بنسمي كونسلتنتس exactly. استشاريين هن موجودين بقلب الشوروم صح آه الشوروم وين حاليا؟ نحن بكفر حبيب وبدبي بس هلا اكثر بكفر حبيب بس لانه من وراء اللوك داون كنا مسكرين بدبي ورح نفتح هلا باريسون بس بكفر حبيب المهندسين كلهم موجودين كرمال يساعدوا الناس واكيد وقت تقعدي مع مع الارشيتكت انت نفسيا بترتاحي لانه عم تحكي بقصص تكنيكال يعني مش قصه حلو وبشع قد ما هي باكج انه ليش ما نحط هيدا هون ليه ما بنحط هيدا الايتم قبل هيدا الايتم شو في بالباك جراوندز كلهم انتم ما بتفكروا فيهم لانه كثير صعبين مش شغلتهم صعبين للناس البراد التفاصيل الصغيره صحيح. يعني اهم شيء انا بقول تفاصيل حتى يمكن خيار الطاوله الصغيره المنفضه اي شيء ممكن تكونوا عم بتكملوه للاخر صح. أكيد الاونلاين تعودنا على الاونلاين بعدكم مكملين اكيد الاونلاين خيرين. طبعا كثير هلا عم يشتغل كتير منيح لانه الناس كلها اونلاين يعني الويب سايت كثير بيساعد بيقدروا يفوتوا على الويب سايت تبعنا ويشوفوا شو عندنا اكسسيريز وشو عندنا اليمنتس اليمنتس از فرنتشر وكل شيء، يعني بيسوى كمان يفوت يشتري ايتم كانت صوفا او برجر او كبايه او اني ثينج اكسسوار بنسميه وبذات الوقت فيه في في الكونسلتنسي اللي بيقدر يفوت فيها على الاونلاين ويشوف البروجيكتس وبيرجعوا بيجوا لعنا أه قبل ما نشوف الفيديو اللي حضرتي لنا اياه كمان بحب هيك اليوم نحن بتعرفي عم تكتر الهجره عم يكتر السفر الشباب يلي عم بيكونوا موجودين عم بيدرسوا برا هيك كوبليت جديد برا معقوله تقدروا تصدروا معقوله يجوا يخلصوا هون الديزاين تلحقون فيهم تركبوا البيت كله يعني كيف بتصير قصه الاوف شور بصراحة كثير هينة معنا لأنه عندنا سيستم راكب ديجا يعني مثل ما نحن بنعمل هون فينا نعمل برا أول شيء بيقدروا يبعثوا لنا الإسباس اللي عندهم يا يكون فيديو أو صور وقياسات كيف ما يعرفوا بيعرفوا يحطوه يحطوها يحطوها مش مشكل بنبلش نحن وياهم نحضر بنسميه بوتنشال بلان يعني شو معقوله يستوعب هالاسباس ونحط له خطه صغيره وبعدين اذا نحن حطينا بروجي مع بيوتجي لها لها البروجي ان كان كبير او صغير بنرجع بننقل على الايتاب الثانيه اللي هي انه نحن بنبعث الاكيب تبعنا بياخذ إيه قياسات اذا كان عندنا تركيب حيطان واشياء اكسسوار اشياء بانلينج حيطان واشياء بدها تركيب او اذا كان بس لوس فرنتشر سوفاز بنشتغل على البلان وبنقدر نصدر اكيد نحن بنتعامل مع شركات بصدروا من هون لهونيك وديجا نحن عم نعمل هيك مشان هيك بس اذا اي شيء بده تغيير بده بدل ما زبط 100% شو بيصير بهيك حال هلا الافونتاج لانه نحن في على طول انت ان كونتاكت مع الكليون عم بتفرجي المصادر كلها لانه عم تعملي كاستم ميد منه مجبور ياخذ الايتم مثل ما هي نعم. كتير قليل انه يكون بدها بدل لانه بنفوت بكتير تفاصيل بصراحه بنزهقه قبل ما نبعث له الايتم حتى يعني لو حتى لو لونج ديستنس اتس ذا سيم نعم أه كم... خليني اشوف الفيديو يلي حضرتونا يلا اياه لكريسماس اه هي هيدا على هيدا الاكسسوار تبع المنتس كمان حبينا نضوي عليه اليوم yeah. ووريت لكريسمس موجودين كمان على الهدايا اليوم حطينا حطينا لورا اشلي لانه نحن معروفين بالاكسسواريز تبعنا واحدة من البراندات يلي عندنا هي هي اياها يلي نحن الايجنتس تبعها بالميدل ايست هي لورا اشلي وهي براند لذيذ اذا بدك تاخذي كادو اول شيء اتس افوردبل <applause> <applause> هيدا اول شغله مع ان لورا اشلي عريقه كثير وكل الناس بتعرف قد هي ايتم ببيض الوجه بصراحه اذا بدك تاخذي كادو وفيك تاخذي يونت وحده منها ما ضروري ناخذ ست لانه هي بيرسونال كمان no. فواحده من البراندز يلي المنتس عنده اياها هي لورا اشلي وبحس انه كل مره رح نضوي على على براند تانية تنعرف الناس اكثر عليهم يلي انتم بتكونوا عم تستورون هول البراندز من الخارج صح. غير اكيد بنذكر انه البراندز يلي انتم بتصنعون ويلي باسم المنت شفنا كل العناوين مرقت على الشاشه بدي اتمنى لكم كل النجاح وتكون عيد مبارك كمان على الجميع واكيد المنت بمتناول كل الناس وكل البادجت قد ما حلوين <applause> ما ننغش بالمظاهر كمان <applause> السعر احلى من هيك خليني وهلا كلنا بدنا نعيد مشان هيك عاملين ديسكاونتس ومظبطين الريتس وعاملين كل شيء تكل طيب الناس تعيد يعطيكم الف عافية. شكرا لوجودك معنا هنادي أبو جودي حداد أهلا فيك بريك ونرجع.